السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في قناة الدكتور حسن فؤاد في كل ما يخص التمريض. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية مع فيديو جديد بإذن الله تعالى يكون مفيد للكل. الفيديو ده يا جماعة مهم جدا جدا لكل طلاب الثانوية عام، لكل طلاب المعهد الفني للتمريض، وكل طلاب المعهد الفني الصحي قسم تمريض عام. الفيديو ده مهم جدا جدا، خصوصا في تخصصين او في حاجتين ناس كتيرة يعني مش عارفة الفرق بينهم. طب هو ده انا فيهم احسن؟ طب انا فيهم تكلفة اكتر؟ طب انا فيهم الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، علشان كده عملنا له فيديو لوحده، الفرق بين التمريض التخصصي او بكالوريوس التمريض التخصصي والفرق بين التمريض المكثف، الفرق بين الاثنين دول. الحاجتين دول طبعا حاجات جديدة يعني بنسمعها كتير الفترة اللي فاتت، بقالها سنتين تلاتة أو ممكن نقول أربعة مثلا. التمريض المكثف خصوصا هو أقدم شوية، التمريض التخصصي يعتبر حاجة أجدد شوية في الوقت الحالي. فعايزين نعرف الفرق ما بينهم، يعني هل هما الاتنين واحد ولا هما ولا في فرق ما بينهم؟ هل هما نفس التكاليف ولا التكاليف مختلفة؟ طب كلهم موجودين في كل الجامعات ولا موجودين في جامعات معينة؟ كل الفرق ده هنعرفه بإذن الله تعالى في فيديو إن شاء الله يكون مفيد للكل بإذن الله تعالى. بس قبل ما نبدأ بس بشرح الفيديو، أتمنى من حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة، أتمنى من حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة، تعملوا لايك للفيديو، شير لكل زمايلكم. ولو في أي استفسار أو في حاجة مش واضحة أو في حاجة حابين إن احنا نفرد لها مثلا فيديو مخصص، فممكن تسيبوا لنا الموضوع ده في الكومنتات وإن شاء الله هرد على حضراتكم بإذن الله تعالى. محتوى الفيديو هنتكلم فيه عن معنى كل واحد، يعني إيه أصلا، هنعرف يعني إيه تمريض تخصصي، هنعرف يعني إيه تمريض مكثف، إيه الشروط لكل واحد فيهم، إيه سنوات الدراسة، التكاليف، المواد، التكليف أو التعيين، السفر للخارج، الدراسات العليا، كل ده إن شاء الله إن شاء الله نحاول نغطيه بإذن الله تعالى في الفيديو باختصار إن شاء الله، مش هنطول بإذن الله يعني. معنى كل واحد فيهم، يعني ايه تمريض مكثف ويعني ايه تمريض تخصصي؟ بنسمع المصطلحات دي، ولا التمريض المكثف او التمريض اللي هو المسرع، التمريض التخصصي او بكالوريوس التمريض التخصصي، يعني ايه كل واحده فيهم؟ التمريض المكثف يا جماعه هو عباره عن برنامج خاص بمصروفات، نركز، برنامج خاص بمصروفات يمنح درجه البكالوريوس في التمريض للحاصلين على الدرجه الجامعيه الاولى، نركز بس في كل جمله، في وقت أقل من وقت الحصول على الشهادة الجامعية. هنمسك كده سطر سطر، هو برنامج خاص بمصروفات، بمعنى كده إن هو مش مجاني، هو بفلوس، بفلوس إن شاء الله هنعرف كمان شوية إيه هي التكاليف بتاعتها. يمنح درجة البكالوريوس، طبعا معنى كده إن اللي بيتخرج من تمريض المكثف هياخد درجة بكالوريوس، درجة الكلية في التمريض للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى. هنعرف برضو من ضمن الشروط بتاعتها إن شاء الله كمان شوية إن لازم عشان تدخل تمريض مكثف لازم تكون خريج كلية، يعني مش من ثانوي عام، في وقت أقل، عشان كده إيه، في وقت أقل من وقت الحصول على الشهادة الجامعية، بمعنى كده عشان كده سموه مكثف أو سموه مسرع. مكثف يعني بتاخد جرعة مكثفة، بتاخد تقريبا الاجازات او الفاصل بين كل ترم والتاني حاجه بسيطه جدا جدا يعني، علشان كده هم ضغطوا كليه التمريض بس في وقت اقل، فانت بالتالي هتاخد درجه بكالوريوس في وقت اقل من الكليه، يعني لو كانت الكليه مثلا 5 سنين فلا هيكون اقل من 5 سنين ان شاء الله. برضه كمان شويه هنعرف سنوات الدراسه بين التمريض المكثف، الفرق بين ده وده، يعني التمريض المكثف والتمريض التخصصي. اما التمريض التخصصي يا جماعه عباره عن برنامج خاص برضه بمصروفات، ولكن موجود في الجامعات الحكومية، هما الاثنين كلاهما موجودين في هما الاثنين موجودين في الجامعات الحكومية، يعني سواء التمريض المكثف ده موجود في كلية التمريض حاجة حكومية برضه، والتمريض التخصصي برضه موجود في كلية التمريض برضه حاجة حكومية، وهما الاثنين بمصروفات، هما الاثنين هتدفع لهم فلوس، طبعا الفلوس دي بتختلف من ايه، من جامعة للتانية، ولكن هنعرف كمان شوية الشروط هتوضح أكتر في الايه، هتفرق ما بين الاثنين. طب ما هما الاثنين خاص تمام، وهما الاثنين بمصروفات تمام، وهما الاثنين موجودين في كليات التمريض في الجامعات الحكومية، طب ايه الفرق برضه لحد دلوقتي لسه مش عارفين. بس انا هنركز بس ان اول اختلاف هنا هنعرفه ان التمريض المكثف في وقت اقل، في وقت اقل بمعنى كده ان التمريض التخصصي هيكون في الوقت الزمني بتاعه او سنوات الدراسة بتاعتها او عدد الترمات بيكون اكتر من التمريض المكثف.
الشروط هنركز بقى عشان الشروط هنا هتوضح اكتر الفرق ما بين الاثنين. التمريض المكثف رقم واحد الشرط الاول ان الحصول على الدرجة الجامعية الاولى بتقدير عام مقبول على الاقل 60%، تقدير مقبول يعني تقدير يكون على الاقل 60% يا جماعة، على الاقل 60%. الشرط الثاني الحصول على شهادة الثانوية العامة علم علوم. الشرط الثالث ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 سنة، يعني ما يزيدش عن 40 سنة، أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الإنجليزية، اجتياز اختبارات القبول وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض. فلازم يعني لازم إنسان يجتاز اختبارات القدرات علشان يدخل التمريض المكثف، اجتياز الفحوصات الطبية المقررة، طبعا في كشف طبي فلازم الإنسان إيه يجتازه. عرفنا الشرط بتاع التمريض المكثف. طب ايه الشروط بتاع التمريض التخصصي؟ الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علم علوم. الشرط الثاني يعني او يعني هو ينفع يعني يا اما تكون حاصل على شهادة ثانوية عامة علم علوم فينفع تدخل التمريض التخصصي، او انك انت تكون حاصل على شهادة المعهد الفني الصحي قسم تمريض عام، مخلص معهد يعني فني صحي قسم تمريض عام، او المعهد الفني للتمريض او التمريض التقني، وانت هتعمل حاجة اسمها مقصة او انك انت ايه. فلسه برضو الموضوع ده ايه يعني بإذن الله تعالى هيكون ليه برنامج خاص بيه اكتر يعني، او ليه منهج خاص بيه اكتر. لكن الفرق اول فرق ما بين يعني كل بقى الشروط هتلاقيها مكررة كان هنا وهنا، لكن الفرق الكبير ان التمريض المكثف لازم تدخله، لازم رقم واحد انك انت تكون ثانوي عام علم علوم ودخلت كلية، أي كلية بقى، أي كلية، كلية خدمة اجتماعية، كلية صيدلة، كلية علوم، كلية زراعة، أي كلية دخلتها وطلعت منها بتقدير على الأقل 60% فينفع تمريض تقدم في التمريض المكثف. أما التمريض التخصصي فهتدخله بعد الثانوية العامة مباشرة أو بعد المعهد الفني الصحي أو بعد المعهد الفني التمريض. لكن ما ينفعش مثلا واحد عدى عليه 5 6 سنين ثانوي عام ودخل كلية إن هو يدخل التمريض التخصصي، لكن هو عشان يكمل واحد واخد مثلا كلية علوم مثلا أو كلية زراعة فعايز يكمل مثلا يغير مثلا المهنة وعايز يدخل حاجة خاصة بالتمريض هيدخل التمريض المكثف، مش هينفع يدخل التمريض التخصصي، فاهمين؟ يعني ما ينفعش مثلا واحد يكون واخد ثانوي عام يدخل تمريض مكثف، للأسف مش هينفع. أو واحد مثلا واخد المعهد الفني الصحي قسم تمريض عام أو خلص المعهد الفني للتمريض او خلص تمريض تقني وعايز يدخل تمريض مكثف برضه مش هينفع. فكل واحد فيهم ليه فئة معينة بتستهدفها. يعني تمريض التخصص ان يكون الطالب متفرغا للدراسة، طبعا يعني ايه هما نزلوا شرط من الشروط بتاعة التمريض التخصص ان هو يكون الحضور على الاقل 75%، على الاقل. هو طبعا في فيديو يا جماعه لكل واحد فيهم، التمريض المكثف وتمريض التخصصي كل واحد فيهم ليه فيديو لوحده، فلو انتوا عايزين تفاصيل اكتر عن كل واحده فيهم يعني فاوريدي هتلاقي فيديو في القناه باذن الله. هنعمل سيرش بس التمريض المكثف او نعمل سيرش مثلا عن التمريض التخصصي هنلاقي الفيديوهات دي موجوده على القناه باذن الله تعالى. ولكن حبينا ان احنا نفرق لان الناس برضو مهما يعني ممكن تسمع ده وده فبرضو ممكن ما تطلعش بالفرق الكبير يعني، فاحنا حبينا ندمج الموضوع ونحاول نشوف الفرق بين ده وده في فيديو واحد يعني. فلازم فاحنا قلنا شروط لازم بالنسبه للتمريض المكثف انك انت تكون مخلص كليه وتكون واخد ثانويه عامه علم علوم، او ينفع فيك ثانويه ازهري برضه، ثانوي ازهري، بس لازم تكون شرط برضه تكون علمي. فهما الاثنين كده كده مش بياخدوا غير من علمي علوم، هما الاثنين من علم علوم. فاي حد علم رياضه مش هينفع، واي حد علم او قصدي اي حد ادبي برضه مش هينفع. فبالتالي لازم الحاجه الاكيده انك لازم تكون حاصل على شهاده الثانويه شعبه علمي علوم. سنوات الدراسه احنا خدنا نبذه شويه عن التمريض المكثف والتمريض التخصصي في التعريف بتاعها، ولكن دلوقتي ايه، طب حابين نعرف ايه اكتر السنوات الدراسة، هل هما الاتنين واحد؟ لا، في فرق كبير طبعا بين الاتنين. التمريض المكثف يا جماعة سنتين، كل سنة 3 فصول، كل سنة 3 فصول، في 4 شهور في 4 شهور في 4 شهور، فصل مثلا زمن بين كل ترم والتاني تقريبا حوالي 15 يوم أو 20 يوم يعني. فالتمريض المكثف بيكون سنتين زائد سنة يعني ايه زائد فصل دراسة تمهيدي زائد 12 شهر فترة تدريبية اللي هي الامتياز يعني. فمعنى كده ان هو 3 سنين ونص تقريبا، 3 سنين ونص، 3 سنين ونص. اما التمريض التخصصي بيكون 4 سنين زائد سنة امتياز،
أربع سنين بالإضافة لأنه يجب على الطالب أن يأخذ سنة الامتياز. فبالتالي يا جماعة لو لاحظنا الفرق إن ده بثلاث سنين ونص، فأنت هتاخد الكلية في ثلاث سنين ونص، أما التمريض التخصصي زيه زي كلية التمريض بالظبط، أربع سنين أربع سنين زائد سنة امتياز زائد سنة امتياز، فده خمس سنين وده ثلاث سنين ونص. التمريض المكثف ثلاث سنين ونص، التمريض التخصصي خمس سنوات. المواد والدراسة تقريبا يعني كلهم واحد، ان انت في التمريض المكثف او التمريض التخصصي بتاخد ثلاث حاجات، يا اما مقررات طبيه، حاجه تبع مواد طب بيدرسها دكاتره من طب بشري، او حاجه من مقررات تمريضيه تخصصيه، حاجه بيدرسوها دكاتره كليه تمريض، او مقررات مساعده يعني في حاجات بيدرسها مثلا من كليه مثلا زي اللغه الانجليزيه مثلا، ممكن يدرسها لك واحد من كليه اداب او كليه تربيه، حاجه زي مثلا علم اجتماع ممكن يدرسها لك واحد من في خدمه اجتماعيه مثلا، ففي حاجات معينه. فانت بتاخد مواد من طب، مواد من تمريض، مواد مساعده. الفرق بس بين الاثنين ان التمريض التخصصي، ان التخصصي يكون تخصص في قسم واحد في اخر سنه، فانت بتتخصص يعني انت مثلا احنا قلنا اربع سنين او اللي هم اربع سنين دراسه وسنه امتياز، فانت بتاخد اول ثلاث سنين دراسه عامه عن كل حاجه، في اخر سنه اللي هي سنه رابعه كليه بتتخصص في مجال واحد، يا اما تمريض الحالات الحرجه والطوارئ، يا اما تمريض الاورام، يا اما تمريض القباله اللي هو يعني توليد وكده، تمريض المسنين، تمريض حديثي الولاده ذوي الحالات الحرجه. عايزين برضو نعرف ان المواد الدراسه هما مشتركين، ولكن التمريض التخصصي عشان كده جاي من اسمه كلمه تخصص، فانت بتتخصص في مجال واحد في اخر سنه في الكليه. التقدير هنا بس في يعني التمريض المكثف الشهاده الجامعيه المفروض مش جيد، هي بس في خطا بس في الكتابه، لازم يكون مقبول على الاقل 60% بالنسبه للشهاده الجامعيه. لو انت هتدخل تمريض مكثف لازم تكون كنت ثانوي علم علوم ودخلت كليه مثلا سي مثلا كليه زراعه، فلازم تكون متخرج منها على الاقل بمقبول. يعني التمريض التخصصي التقدير بتاعه غالبا يعني احنا قلنا هو حاجه خاصه اساسا ونفس عدد سنوات الدراسة، ولكن في التنسيق بتاعه بيكون أقل من تنسيق الكلية العادية. فكان مثلا تنسيق الكلية العادية مثلا 90%، فده مثلا بيكون 85 80 فعلى حسب يعني. فهو لكن بينزل يعني كل كلية بتنزل بتاخد من كام، سواء التمريض التخصصي بقى في كل جامعة، فاحنا هنتابع بقى الصفحة الرسمية بتاعة كل كلية ونتابع من خلالها الموضوع ده. التكاليف طبعا سؤال مهم جدا جدا، موضوع التكاليف. التمريض المكثف يا جماعه المتوسط بتاعه من 5000 ل 7000 جنيه في الترم، من 5000 ل 7000 جنيه في الترم. اضرب بقى ايه، اضرب بقى 3 سنين ونص فيهم كام ترم، يعني احنا قلنا هما سنتين 6 ترم، 6 في 7 ب 42000 السنه كلها زائد سنه امتياز، فهو الموضوع كله في التوتال في التمريض المكثف يعني ايه ممكن يدخل مثلا في حركه 60 70000 يعني. بس طبعا هنعرف كمان شويه ان هو طبعا هو احسن طبعا من التمريض التخصصي. التكاليف طبعا بتختلف من جامعه لاخرى، اما التمريض التخصصي المتوسط من حوالي كام، 25000 جنيه في السنه، متوسط 25000 جنيه في السنه، فهو زي دراسه عاديه زي كليه التمريض، ولكن دي هنا بفلوس يعني، وهنا بفلوس، وهنا هيكون داخل كليه التمريض الحكومي يعني، وشهاده معتمده من التعليم العالي. التكاليف بتختلف من جامعه لاخرى طبعا، وقد تصل إلى 40000 جنيه في السنة، قد تصل إلى 40000 جنيه في السنة. بصراحة يعني هو زيادة يعني أوفر حبتين، يعني 40 سنة في 5000 في 5 سنين بتتكلم في 200000 يعني. التكليف أو التعيين، التمريض المكثف والتمريض التخصصي كلاهما له تكليف وتعيين مثل كلية التمريض، تعيين على درجة تالتة، فهما الاثنين يا جماعة ليهم تكليف، هما الاثنين ليهم تكليف، هما الاثنين ليهم تكليف، هما الاثنين ليهم تعيين حكومي زيك زي خريج كلية التمريض العادية. السفر للخارج برضه كلاهما لهما سفر للخارج مثل كلية التمريض، فهما الاثنين برضه مسموح لهم ان هما يسافروا أي دولة بره مصر، طبعا بعد ما يحققوا شروط الخبرة بقى مثلا أو الامتحانات اللي هي خاصة بكل دولة، فهما الاثنين ينفعوا يسافروا عادي جدا يعني. الدراسات العليا برضه هما الاثنين ممكن يكملوا كلاهما لهما تكملة دراسات عليا مثل كلية التمريض. هل يقبل من الأزهر التمريض المكثف؟ نعم، بس يختلف من جامعة أخرى، يعني مش كل الجامعات بتاخد خريجي ثانوية الأزهرية، يعني اللي هو كان ثانوي أزهر ودخل مثلا كلية مثلا أزهرية، يعني هو كان ثانوي أزهر علمي ودخل كلية مثلا أزهرية وحابب مثلا يدخل تمريض مكثف، في بعض الجامعات بتقبل في بعض الجامعات مش بتقبل يعني.
التمريض التخصصي اللي هذه اللحظة لا يقبل خريج الأزهر، فغالبا لازم تكون خريج ثانوي عام أو خريج معهد فني تمريض أو خريج معهد فني صحي شعب التمريض يعني. فلكن الله أعلم ممكن يحصل إيه بكرة، فممكن ياخدوا خريجي الأزهر، لكن إلى هذه اللحظة مفيش. يعني في الاخر ندخل ايه، هو اساسا ان احنا يعني ما فيش حيره اساسا في الموضوع، يعني هو فرق في الاساس في الفئه المستهدفه لكل برنامج، كل مجال فيهم بيقبل ناس معينه مختلفه عن الاخرى. زي ما قلنا ان التمريض المكثف ما ينفعش خريج معهد فني تمريض يدخل تمريض مكثف، ما ينفعش خريج معهد فني صحي يدخل تمريض مكثف، ما ينفعش خريج ثانوي عام هو لسه مخلص السنه دي ان هو يدخل تمريض مكثف. التمريض المكثف بياخد ناس خريجي ثانوي، كانوا ثانوي علم ثانوي عام او ثانوي ازهري شعبه علمي علوم، وكملوا كلية، كملوا كلية، ما ينفعش يكون كمل معهد لازم يكون مكمل كلية، كلية 4 سنين أو 5 سنين أيا كان، يعني هما خد كلية فخلصها وجاب تقدير مقبول فينفع يقدم في التمريض المكثف. فبرضه فما فيش حيرة أعتقد في الموضوع بعد ما وضحنا كل الفرق بين الاتنين. أتمنى من حضراتكم إن يكون الفيديو يعني عجبكم. شكرا على حسن استماعكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وشير. كان معكم الدكتور حسن فؤاد في قناة الدكتور حسن فؤاد في كل ما يخص التمريض. أتمنى يكون الفيديو يعني وضح الفرق الكبير بين الاثنين، بين التمريض المكثف وبين التمريض التخصصي. أتمنى من حضراتكم تعملوا اشتراك في القناة، تعملوا شير لزمايلكم بحيث الفيديو ده ينتشر لأكبر قدر ممكن من الناس، بحيث الناس تبدأ تفهم الفرق بين الاثنين وتبدأ يعني ايه تاخد قرار بناء على المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو. شكرا مرة تانية على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.